لما تسمع كلمة راب شيل من عقلك القلق، مش هنلبس ميني جيب ولا تلاقي في ودني حلق، لسه في ناس برضو عكي اللب بتندلق، واحد لما يشوف كلب دمه يغلي وانحرق، هنا تلاقي المشكلة ناس عيونها مفنجلة، واحدة لابسة هدوم خفيفة ومش لابسة مش مشكلة، هنا تقوم المجزرة ناس عارفة اني مسيطرة، ضربت بسلاح عرايا ودي اسلحة مدمرة، مجموعة حروف اتجمعت عملت كلمة وصلتنا الجملة فهمتنا معنى وهو ده الفن بتاعنا، فن هادف فن واضح مش فاضح مش فن مصالح، فن بيوصل رسالة، إذن حرف زائد كلمة زائد جملة يساوي معنى بنفهمه وبنطبقه، ولذلك الفن بتاعنا أعلى من الفن الهابط، فن مش محتاج لصوت علشان بتغني مزة جامدة موت، وقت الصعود للقمة لينا يا ست كنتي وكان العندليب والشعرة وكان في أديب ومن السلالة فنانين، بس خلاص مش مسموعين علشان شقية هزت هزة شمال وهزة يمين، جه الوقت اللي هنقول كان زمان، يا سلام لكل فنان محترم تعظيم سلام، ولسه في كلام للي شجعوا الغلط ووجهوا له الاهتمام، ومش معقول ازاي لسه ما فهمتوش ان دي حرب العقول، حرب العقول، واكيد بنبقى مكسوفين لما بنشوف على الشاشه بلصتين، يعني الصغار من المشاهده ممنوعين، انما انا فني للكبار وللصغار، ده مش تدريب او اختبار، احب بس افهمك ان الفيلم فيه جزء مخصص منه للدمار، ولسه في ايدك الاختيار، انتباه وده تحذير لاي حد هيبقى فاكر نفسه اسير للفن المضروب، وهيبقى لينا عدو ومش مشكله لو هناخد وقت، اصل في ناس على العري متجننه متجننه، صوتنا اتنبح في عنب وبلح، ولما نقول رساله صعب عليك انه يتبلع، مش معقول نشرح ونقول بنعيد ونزيد عليك، الفن رسالتي واخدها جايبها ومجهزها ليكم، يا جدعان ما تربطوش الفن اللي بنقدمه انه مجرد تقليد اعمى وبسهوله ممكن نعدمه، بس انا عارف اللي عايش في الدور ومامرك لي نفسه وكله هيخور، مش لازم اعود بقي والبس واسع، ارفع كاب والبوكسر واقع زي ما الناس ماشيين في الشارع، بس للاسف المنظر شاع، ضرب ستايل واتشبيه ماشي مايل مش مريح، كده شكلي هايل بالمفاتيح كده واتصايع، رافع ايدي فوق علشان اوضح نفسي، وهبت رساله فن انا اللي هوصلها بنفسي، زي ما قلت نفسي وكتير شفنا احلام وبدات التحقيق بجد مش كلام، سلام لكل شخص بيحس فن، اعتراض منك انا ممكن اتجنن، اصل انت شفت كتير راس وعري برضه ما اعترضتش، ولما شفت الفن الصح اكيد ما شجعت، ورغم كل الصعوبات انا عن فني ما امتنعتش، مشهور بقى شويه وانت ايه لسه مش بعتش، دلوقتي مستني الفرصه بكره هقول فركش فركش.